رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق شاور الله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا أحد بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم عذراء وتأنس صرف عنا رعد براس البندي تألم وقرى وقام بين الموات في اليوم السادس كما الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مهديه يدينا أحياء الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بصق الآب الناس كلها مع الآب والابن النار في الأنبياء وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كيري إلينسون يا رب ارحم كيري إلينسون اسمعنا وارحمنا كيري إلينسون ارحمنا يا الله كيري إلينسون يا رب ارحم كيري إلينسون اسمعنا وارحمنا كيري إلينسون ارحمنا يا الله قدوس رب صوت السماء والأرض من المتام وكرامتك ارحمنا يا الله الآية بدوتك أيها القدوس ارحمنا أيها رب الألقوات ومعنا أنه ليس لنا معين في شهد النقاط نساك حل واغفر أصبحنا الله عن سيئتنا لأسعنا وردتنا لأسعنا التي فعلناها ما رفعناها بغير معرفة الخائفية والظهر يا رب اغفرها لنا من الاسم القدوس الذي يعانيك رحمتك يا رب وليس خطايانا يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يتمك وتكون مشيئتك كما في السماوات وذلك عرض رسولك أعطينا اليوم وكل نازل مكاما نحن الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس السلام بنيان كنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسوليه امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم
أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا لك هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللو يا جف في نورهم افعون إنك بولي نوت فيز ماروت انجيف نوت فيوت بي باندو كراتور آمين. فيز ماروت انجيف بمونو جنيس انشيري سوز بخريستوس بن شويس آمين. فيز ماروت انجيف ابن ومايثو ابن باركليتور Agios, Isios, Agios, in Ibn Magyun, Amin. Logitos, Kyrios, Osios, Eustos, Unas, Amin. Nesnos, Tirus, Moab, Shois, Maros, Morof, Ingenidaus, Tiru, Jabib, Naitagro, Rigon, Otim, Ismi, and Tip, Shois, Shopshaene. Amin, Alleluia. Dok Sabatri, Kayake. Agyam nemmati kelinke ahi Pestos eon asfot eon an amin Ellelo Irene Basi, Domne Mate, Sorinchebe Moto Tumere, Bresnane Bonet, Not Viotim Ben Choice, Oben Not, Oben Sotiris, Osbe Christos, Jeffres Kibazi Nigona, Verwise Alfarero. Αφού πτενέρω αυτή έσω έρων αυτή του τένα βεντεν τσέρε γιατάιον οθάι εν θόφων μάρεν τί ο έρω φαμπός εν δε βαρε έρων εν πάει ο έθω αβάιν εμνε ο τύρων δε βενόν χέν χειρήν είναι βέντε βι παντο κρατώ Ore pshoi se bennoti Crucifix osti Kiele Ison Ive pshoi se bennoti Vibando krator Fiotem benchoi so bennoti O bensotire Sos be Christos نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة أطلبونك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل صلات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية
أبينا المطران المكرم الطباوي الأنبا أنطونيوس، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء خافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبين وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. ندي إصنان ابني إترنوفريس عن المونان جنسو بدك تنبرشيشنان إهو مجن إهو ابن من تشلي نمجن تي قم ترسن تبي قاجي يا رب. خدام هذا اليوم الاباء خمامسه قصوص والشمامسه وكيس كل الشعب وضعفكم حالين فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس من فم الكنيسه الواحد وحيد مقدس جامع عصيه من افواه الاثنى عشر فم ناظر اله الانجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد والبطل القديس سيرس معمدس خورس القديس اسنسوس رسول القديس بطرس خاتم شوالس كان قسحان فم الذهب القديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس غرغوريوس من افواه 318 في شمعين بنيخيا و150 بقسطنطينيه و200 بافسوس من فم رئيس كهنتنا البابا امبراطوريوس السن فم حقارة لانه مبارك مملوء من جنس اسمه قدوس ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر دور كل امين. ام بنيوت القيود نار شير بابا ابا تواب رسن بنيوت مدر I'm
Bye.
مسلم دوم دي صبار سنيس أبا يونس بي قلوبس أبا سمويل بي أمولوكي تيسيس شوي سليم مصنان بك تيتني أفشي أنت بشوي سبورو قسطنطينوس نمي لانيتي مفتي أورا إبت شاي صدي مطنان بيكو إبولنتين النوفي إيتاني تايوتن عرشي افس بابا ابطا ودروسي ابشوين صريمو ان بكو ايبول انتن النوبي هيتن موهي في عريب الحم اليوتي ناريتي ام ببن ما سوى Oh.
شش في تتي صو فيا تي ماش من تتي زك وسيني تي ما هفسي Oh.
كليروس نمبينا او اسير او غاي خن شاي جامين سيسو او بي. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا، بركات علينا آمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس أن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات، لكن ماذا يقول الكتاب؟ أن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادى بها، لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع المسيح وأمنت بقلبك أن الله قد أقامه من الأموات فإنك تخلص، لأن بقلبك يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ الجميع رب واحد، غني لكل من يدعو به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعو بمن لم يؤمنون به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا؟ ولمن استعنى زراعة الرب؟ إذا الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح، لكنني أقول: لعلهم لم يسمعوا، وكيف ذلك وقد خرجت صوتهم إلى الأرض كلها، والأقاصي المسكونة بلغت أقوالهم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي يا أبائي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول، بركته علينا آمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن إنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن وأنهضكم بالتذكرة، عالما إن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأن أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعونه، استأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليس بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم إناس بإرادة الله بالروح القدس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. Yeah.
الإبراكسيس فصل من أعمال بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معكم ومعي أبا أخوتي أمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت الصلاة الساعة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل، سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فأياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشدد ساقاه وكعباه، فوسب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكان يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل أعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا؟ ما كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا، أن جعلنا هذا يمشي. إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أباؤنا مجد فتاه يسوع، هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس البار، وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، وتعرفونه اسمه والذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في كل بيعة، في بيعة الله المقدسة. أمين. أحسن الله انقضاه وعاده الله علينا وعليكم، وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب إلهنا يا أبي أخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 80 ميلادية استشهد القديس فيلبس الرسول، أحد الاثنى عشر الرسل، ولد في بيت سردة بالجليل، وعكف منذ صباع على دراسة الكتب المقدسة، وعكف وعرف النبوات التي تتحدث عن مجيء المسيح المخلص. لذلك نراه يلبى دعوة السيد المسيح بسرعة عندما قال له اتبعني. وفيلبس وجد نسنائيل وأحضره إلى يسوع إيمانا منه بأن مقابلة واحدة مع يسوع ستقنعه أنه هو السيد المسيح الذي تكلمت عنه النبوات. وهكذا كان، فانضم نسنائيل إلى رسل السيد المسيح، وتبع فيلبس السيد المسيح طوال مدة خدمته على الأرض متلمزا عليه مع بقية الرسل.
وبعد صعود الرب إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ، خدم أولا في أورشليم ثم ذهب ليكرس في بلاد آسيا الصغرى، حيث آمن كثيرون على يديه. ولما رأى الشيطان أن مملكته سقطت بفعل كرازة فيلبس الرسول، حرض كهنة الأوثان في بلدة هيرابوليس فقبضوا عليه وصلبوه، فحدثت زلزلة عظيمة جعلتهم يهربون من المكان. فجاء المؤمنون وطلبوا أن ينزلوه عن الصليب فرفض، وظل هكذا حتى أكمل جهاده وأسلم الروح ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. فدفنه المؤمنون في هيرابوليس بآسيا الصغرى. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهدت القديستان أدروسيس ويؤنى، وكانت أدروسيس ابنة الملك الوثني أدريانوس، ولشدة محبته لابنته بنى لها قصرا خاصا سكنت فيه. أما هي فكانت تفكر في زوال هذا العالم وتطلب نهارا وليلا الاهتداء للطريق المستقيم المؤدي إلى الحياة الأبدية السعيدة الدائمة. فرأت في رؤيا الليل من يقول لها استحضري يؤنى العذراء ابنة لسفرون وهي تعلمك الطريق لله. فلما استيقظت ابتهجت كثيرا وأرسلت إلى يؤنى، فأتت إليها وقابلتها بفرح وطلبت منها أن ترشدها إلى طريق الله الحقيقي. فقصت عليها في الحال قصة تجسد السيد المسيح وميلاده وصلبه وقيامته، مبتدأ من خلقة آدم وخروجه من الفردوس وتسلط الشيطان على العالم والفداء الذي أتمه الرب على الصليب، وأعلمتها بالوعود السمائية التي وعد بها الله الذين يؤمنون به ويتعبون لأجل اسمه. فآمنت الأميرة بالسيد المسيح وبدأت تمارس العبادة المسيحية دون علم والدها. فلما أراد الملك تزويج ابنته أدروسيس أمرها أن تبخر للأوثان قبل الزفاف حسب عادة الوثنيين، فرفضت وقالت له كيف تترك إله السماء وتعبد هذه الأوثان النجسة؟ ارجع يا أبي إلى الله الذي خلقك وحياتك في يديه. فلما سمع الملك هذا الكلام غضب جدا وسأل عن سبب هذا التحول في حياتها، فعرف أن يؤنى هي التي غيرت فكرها وجذبتها إلى المسيحية، فأمر في الحال بإحراقهما معا. فصلت القديستان في النار ثم تنيحت بسلام. وبعد أن أخمدت النيران وجد المؤمنون جسديهما متلاصقين ولم يتغيرا في شيئا، فاحتفظوا بهما. ولما انقضى زمان الاضطهاد بنوا عليهما كنيسة عظيمة. بركة صلاتهما تكون معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار معجزة نقل الجبل المقطم، وذلك أنه في عهد البابا إبراهام ابن زرع البطريرك الثاني والستون من بطريقة الكرازة المرقسية تمت المعجزة نقل الجبل المقطم الشهيرة، وذلك أنه كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وزير اسمه يعقوب بن كلس يكره المسيحيين ويريد الإيقاع بهم، فدخل على الخليفة وقال له يوجد في إنجيل المسيحيين آية تقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. ولا يخفى على أمير المؤمنين ما في هذه الأقوال من الادعاء الباطل، وللتحقق من ذلك يجب استدعاء بطريركهم ليقيم الدليل على صدق قول مسيحهم. ففكر الخليفة قليلا ثم قال إذ كان قول المسيح هذا صحيحا فلنا فائدة عظمى، فإن الجبل الذي يكتنف القاهرة إذ ابتعد عنها يصير مركز المدينة أعظم وأوسع، وإذ لم يكن صحيحا تكون لنا حجة على اضطهاد المسيحيين. ثم دعا الخليفة الأب البطريرك وعرض عليه هذا الكلام، فطلبوا منه مهلة 3 أيام فأمهله. ولما خرج من لدنه جمع الأساقفة والرهبان القريبين منه ومكثوا بكنيسة القديسة العذراء المعلقة بمصر القديمة 3 أيام صائمين ومصلين لله. وفي فجر اليوم الثالث ظهرت القديسة العذراء للأب البطريرك وأعلمته عن إنسان دباغ قديس اسمه سمعان سيجرى الله على يديه هذه المعجزة، فاستحضره وأخذه معه وجمع من الأساقفة والكهنة والرهبان والشعب ومثلوا بين يدي المعز وأبلغوه باستعدادهم لنقل الجبل. فخرج المعز ومعه رجال الدولة إلى قرب الجبل المقطم، فوقف البطريرك ومن معه في جانب والمعز ومن معه في جانب آخر، ثم صلى البطريرك والمسيحيون الذين معه وسجدوا 3 مرات قائلين كرياليسون يا رب ارحم. وكان عندما يرفع البطريرك والشعب رؤوسهم بعد كل مطانية يرتفع الجبل، وكلما سجدوا ينزل إلى الأرض، وإصاروا صار أمامهم فوقع الرب في قلب الخليفة ومن معه. فتقدم الخليفة مع البطريرك وهتف قائلا عظيم هو الله وتبارك اسمه، لقد أثبتتم أن إيمانكم حقيق حي، فأطلب ما تشاء وأنا أعطيه لك. فلم يقبل البطريرك أن يطلب شيئا، ولما ألح عليه قال له
عريض تعمير الكنائس وخاصة كنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين بمصر القديمة، فكتب لهم منشورا بذلك وقدم له من بيت المال مبلغا كبيرا، فشكره ودعا له وامتنع عن قبول المال، فازداد توقيرا عند المعز، فبنى البابا البطريرك كنيسة أبو سيفين وكنائس أخرى كثيرة. وتذكارا لمعجزة نقل القمر المقدم أضافت الكنيسة 3 أيام إلى صوم الميلاد فأصبح 43 يوما. كذلك أخذت الكنيسة عن هذا البابا صوم يونان 3 أيام التي كان يصومها السريان. بركة صلوات البابا إبراهيم بن زرع فلتكن معنا، وربنا المجد دائما أبديا أمين. Agios Oseos Agios Esher Agios Asanados O Ekbarse Enne Nisele Ison Imers Agios Oseos Agios Esher Agios Asanados O Stavrotis Demas Sekton nekoron ke Nelson Jesus Eleison imes dolce vetrike Io ke age iop ne madi genin ke ai Estos eonas koni onon amina getrien sebe المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبة قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب يا رب الذين أمرنا أسكنوا في صلواتنا وطلبات ضراعتنا التي نرفع عليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وخلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا صلى داوود هللويا نيفي أويس ساجي مبو
تي بيثام يوينتين فجين بستريو ماهي أوين شمو شنابي بالهجن بكاهي تيرف اوه نصاج يابو شايفرك سنتين كومين يالليلويا مارو اتشاس خندك لسي عند بفلا اوس اوه مارو تيوتم فريتن عن إسوب أبنا فنجان الصوتون وفاو أوناف أفور كنجيب شوي سوى النبو فوب شايني قطع التكسيس من شيسيدك شاي ساوينا من مقبن يوتي سوى بن بطلي الشيس أبا أبا تودرس بماهي نم بنيوت مترو بوريتيس أبانتو أونيوس شاي سمي ريبتنون خا خنبراني مبشوي سنتيني قوم كيري فلوغي سونك توكا تمثي ونقي وفنجلي وتوع نغنص ما بكساسي كيري ستون سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم التلبشير التلميذ الطاهر بركاته سوتيرو بن اورو تيريني سوز بخريستوس بشيري بنوتي بيتونخ بيوناف شايني بيوفا بنوتي بيتونخ داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين السماوات تذيع مجد الله الفلك يخبر بعمل يديه في كل الأرض خرج منطقهم
وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الشي صادق. الرب عن يمينك يا أبان الباب البطريرك المعظم الأنبا تادروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية بين المطران الطباوي الأنبا أنطونيوس. الرب يحفظ لنا حياتكما. ربنا إلهنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثلوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفي وتداوس، سمعان القناوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تذهبوا، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرصة، أخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تبطنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا لكم في الطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة دخلت أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحقون وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية، وانفضوا غبار أرجلكم
الحق أقول لكم ستكون الأرض سدوم وعمورة يوم الدين راح أكثر مما لتلك المدينة. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الدهور كلها أمين. فرحة كبيرة للكنيسة هنا وللدير كله. يوم رسامة مجموعة من الآباء في درجة القسيسية ليحصلوا على نعمة الروح القدس الخاصة بخدمة القسيسية. والمعدة ما تمش اختياره كده وخلاص، تم اختياره بعناية شديدة لأنه يوافق مجموعة من المناسبات المهمة في الكنيسة. المناسبة الأولى اللي هي نياحة القديس فيلبس الرسول، وبهذه المناسبة الإنجيل النهاردة بتاع دعوة التلاميذ والإرسالية بتاعهم، ومنحهم الله نعمة الخدمة أو نعمة الكهنوت عشان يخدموا بيها أو عشان يمارسوا عمل الكهنوت في الخدمة. فالكنيسة مختارة الإنجيل لهذا اليوم. النقطة الثانية، النهاردة معجزة كبيرة خالص في مصر، بسبب هذه المعجزة أنقذ حياة المسيحيين كلهم من الموت، معجزة نقل جبل المقطم اللي تم وضع المسيحيين كلهم في مصر في تحدي، يا إما الجبل ينتقل يا إما كل ديانتكم تبقى غلط وتموتوا. وكان ده فخ من اليهود، نصبوا للمسيحيين وبلغوه للوالي، والوالي صدق ما لقي ثغرة في كتاب مقدس، فأنتم الذين وضعتم نفسهم في هذه الحفرة، يا إما ديانتكم صح وكلام الإنجيل بتاعكم صح، إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل فتقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، يا إما إيمانكم غلط يبقى ما تستحقوش تعيشوا، إما تسيبوا دينكم أو تموتوا. فوضعوا المسيحيين في تحدي، وكانت تمت المعجزة بتاعت نقل جبل مقطم النهاردة على يد البابا إبراهام ابن زرع. والمناسبة الثالثة هي ذكرى نياحة أبونا الحبيب مثلث الرحمات الأنبا إبراهام. النهاردة الذكرى الخامسة، والأنبا إبراهام هو اللي استقبل الأباء الخمسة اللي مفروض هيترسموا أباء كهنة، هو اللي استقبلهم في الدير، وهو اللي تلمذهم، وهو اللي علمهم، وهو اللي رهبانهم، ولبسوا اللبس الأسود على أيديه وغيروا أسماءهم على أيديه. فكان مناسبة سعيدة ان هم ياخدوا الكهنوت برضه في عيد نياحته، وتبقى ذكرى حلوة ليهم في حياته. بهذه المناسبة بيفرحنا كثير خالص وجود سيدنا الحبيب المطران عطل حنة، رئيس أساقفة كرسي سباستية للروم الأرثوذكس، وهو دايما سيدنا بيجاملنا في كل المناسبات، وبيشرفنا أيضا حضور إخواتنا من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، وبيشرفنا حضور الآباء من كنيسة السوريان الأرثوذكس أبونا شمعون وأبونا بولس. واعتذر نيافة المطران لظروف خارج عن إرادته، كان نفسه يكون موجود معنا ولكن اعتذر لظروف طارئة. فإحنا بيفرحنا مشاركة الجميع معنا وفرحتهم معنا. وطبعا سيدنا مطران عطل حنا عاش فترة طويلة خالص مع سيدنا الأنبا إبراهام، وله ذكريات كثيرة، ونحب نستمتع بذكريات بعض الذكريات بتاعته عن سيدنا الأنبا إبراهام. تفضل يا سيدي.
صاحب السيادة والنيافة المطران الأنبا أنطونيوس راعي هذه الكنيسة، إخوتي الآباء الكهنة الأجلاء الشمامسة الراهبات والرهبان، شعب هذه الكنيسة المؤمن، لقاؤنا اليوم في هذه الكنيسة التي تحمل اسم قديس عظيم من آبائنا الأبرار القديس أنطونيوس، لقاؤنا اليوم هو لقاء محبة، المحبة المسيحية التي تجمعنا كعائلة واحدة، وخاصة في هذه المدينة المقدسة. نحن أصبحنا قلة في عددنا، ولكن هذه القلة هي ليست أقلية، بل هي مطالبة لكي تكون ملحاً وخميرة لهذه الأرض، لكي تكون مصدر خير وبركة لهذا المجتمع ولهذا المحيط الذي نعيش فيه. شئنا نتعلم أن ذاك المصلوب لم يبقى مصلوباً، بل دفن في قبره وقام منتصراً على الموت في اليوم الثالث. ولذلك فإنني أشكركم يا سيدنا على محبتكم، على تواضعكم، على كرمكم أن تتاح لنا الفرصة لكي نتحدث من هذا المكان وأمام هذا الهيكل المقدس. هذه بركة كبيرة لنا. أود أولاً وقبل كل شيء أن أقول بأن سيدنا المثلث الرحمات المطران الأنبا أبراهام، الذي ترك هذا العالم منذ 5 سنوات، إنما ترك هذه الأرض وانتقل إلى السماء، حيث القديسين والأبرار الذين يسبحون الله، ولكنه أبقى لنا الكثير من الذكريات، أبقى لنا الكثير من الكلمات التي نستذكرها، أبقى لنا الكثير من المواقف الإنسانية. أذكر أننا منذ سنوات كنا نذهب معاً وسوياً مجموعة من الأساقفة، من الآباء، من كل الكنائس، كنا نتجول في الأرض المقدسة، نذهب إلى الأديار، نذهب إلى القرى، نذهب إلى الرعايا المختلفة، كنا نذهب إلى قرى الجليل. أذكر أننا عندما دخلنا إلى الرامة، إلى ضيعة قرية الرامة، طبعاً هناك ما في أقباط، لأول مرة يشاهدون أسقف تابع للكنيسة القبطية بلباسه المعروف الذي يشاهدونه ويرونه عبر وسائل الإعلام، فكانت فرحة البلدة كبيرة جداً باستقبال الأنبا أنطونيوس ومن كانوا معه. أذكر أنه كان أيضاً مطران السريان في ذلك الحين وغيره من الآباء، وكنا دائماً نتجول في كل القرى، في كل الأماكن، حيثما هنالك مسيحيون، ورسالتنا دوماً هي رسالة المحبة. ننتمي إلى كنائس وإلى لترجيات متعددة، ما أحلى وما أجمل هذه التسابيح وهذه الترانيم، ما أحلى وما أجمل هذه القراءات التي استمعنا إليها
وهي قراءات روحية تليت من الآباء ولكنها نازلة إلينا من السماء، إنها كلمات نازلة إلينا من السماء لكي تعزينا وتقوينا في هذه الأرض المقدسة، لكي نبقى شهوداً للرب يسوع المسيح. نحب وطننا، نحب بلدنا، نحب شعبنا، ولكننا أولاً وقبل كل شيء نحب كنيستنا والرب يسوع المسيح فادينا ومخلصنا. ومن لا يحب كنيسته ومن لا ينتمي إلى إنجيله وإلى ربه ومعلمه ومخلصه يسوع المسيح لا يمكنه أن يكون أميناً في أي خدمة أخرى، لا في خدمة الوطن ولا في خدمة المجتمع ولا في خدمة أي مكان آخر، لأن المسيحية هي التي تعلمنا الاستقامة والصدق في كل عمل نقوم به. سيدنا أبراهام علمنا من خلال كلماته التواضع، علمنا من خلال مواقفه الإنسانية. وأنا أذكر أننا عندما أتينا إلى هذه الكنيسة لكي نودعه، لكي نقبل يمينه وقد انتقل إلى الأخدار السماوية، كان جالساً على هذا العرش قداسة البابا والبطريرك توادروس الذي زار بلادنا للمرة الأولى. كان جنازاً مهيباً بحضور قداسته وغبطته وبحضور كل الآباء من البطاركة والمطارنة الذين حضروا من الكنيسة القبطية ومن غيرها من الكنائس، وكأنهم أرادوا أن تكون خدمة الجناز رسالة وفاء، رسالة محبة لهذا الأسقف الذي أفنى حياته في خدمة الكنيسة. وهنالك طرفة أود أن أقولها، يمكن قلتها مرة لسيدنا، عندما أراد سيدنا المتنيح أبراهام المثلث الرحمات أن يبني كنيسة للأقباط في رام الله، لم يكن في ذلك الحين كنيسة، قال لي: كيف يمكن أن نعمل هذا؟ قلت له: حضر الأوراق المطلوبة والأشياء الرسمية المطلوبة والباقي نتكل على ربنا، وربنا هو الذي سيدبر هذا العمل. فعندما أعطاني الأوراق وذهبت إلى رام الله، إلى الرئاسة، إلى الرئيس ياسر عرفات في ذلك الحين، قلت له: يا سيادة الرئيس، هنالك طلب ببناء كنيسة جديدة في رام الله. قال لي: لأي طائفة؟ قلت له: لكنيسة الأقباط الأرثوذكس. قال لي: مش هاي الكنيسة اللي رئيسها البابا شنودة في ذلك الحين المتنيح؟ قلت له: نعم. قال لي: إذن بدون ما أقرأ سوف أوقع بيدي الاثنتين إكراماً واحتراماً للبابا شنودة وكذلك للأنبا أنطونيوس وللكنيسة القبطية الشقيقة التي كان لها دور كبير في الدفاع عن قضايا العدالة، في الدفاع عن المظلومين، في قول كلمة الحق التي يجب أن تقال تجاه كل إنسان متألم في هذا العالم. أود أن أهنئ أيضاً الآباء، بعد قليل سوف نشهد حدثاً كنسياً، لا بل عرساً كنسياً، سيامة آباء كهنة جدد في الكنيسة، هو حدث عظيم، حدث استثنائي. ولذلك أنا أود سلفاً، طبعاً بدنا نهنيكم بعد الرسام، ولكن أنا أستبق الأمور لكي أهنئكم سلفاً ولكي أتمنى لكم خدمة جليلة مقدسة ومباركة في هيكل الرب، أن تكون
أن تكون كاهناً هذا يعني أنك حامل للصليب، حامل للصليب الذي هو يعزينا ويقوينا ويرشدنا إلى طريق الصلاح. فألف مبروك للآباء الكهنة الجدد. طبعاً نحن في كنيستنا نقول مستحق أو أكسيوس إلى آخره، فللآباء نقول مستحقين إن شاء الله بنعمة الروح القدس التي سوف تنسكب عليكم أثناء هذه السيامة بوضع يد سيادة ونيافة المطران أنطونيوس راعي هذه الكنيسة وراعي هذه الأبرشية. سيدنا أنطونيوس، رعيتكم هي رعية قليلة العدد، ولكن بولس الرسول يذكرنا لا تخافوا من القطيع الصغير. مهما كنا قلة في عددنا، القلة فيها بركة. البركة تكون عندما يكون الإيمان المسيحي الإنجيل المقدس حاضرا في حياتنا وفي قلوبنا. ألف مبروك سيدنا لك وللكنيسة القبطية الشقيقة ولكل آبائها، وأظن أن الإخوة من الكنيسة السريانية والكنيسة الأرمنية يشاطرونني هذه التمنيات. ألف مبروك. أتمنى للآباء الكهنة الجدد برعايتكم وبتوجيهاتكم السديدة أن يخدموا هذه الكنيسة لكي يكون لنا حضور مسيحي في هذه الأرض المقدسة، ولكي يكون دائماً صليبنا مرفوعاً مع بخورنا إلى السماء وأدعيتنا وصلواتنا من أجل أن تتحقق العدالة وأن يسود السلام في هذه الأرض المقدسة. كل التحية لكم. نطلب منكم أن تنقلوا احترامنا وتقديرنا لقداسة البابا والبطريرك تواضروس بابا وبطريرك الإسكندرية، محبتنا تقديرنا له ولكل آباء الكنيسة القبطية الشقيقة في مصر الذين هم شهود حقيقيون للرب يسوع المسيح من خلال كل كلماتهم ونشاطاتهم، هم والكنائس المسيحية الأخرى أيضا الموجودة في مصر وفي هذا المشرق العربي. وشكرا جزيلا. وعن أباء الكنيسة احنا بنشكر سيدنا على محبته وعلى كلماته الرقيقة وعلى ذكرياته مع سيدنا وعلى تهنئته. وعن أباء الكنيسة هيقول لنا كلمة صغيرة أبونا أنطونيوس الأورشليمي عن ذكرياته مع سيدنا أنبا إبراهام. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أن الموضوع يعني عشان نتكلم عن سيدنا الأنبا إبراهام عايز لنا ساعات وموضوع كبير. هو سيدنا قال لي لازم 10 دقايق، مش هينفع 10 دقايق يا سيد. سيدنا عطلنا حنا فتح الموضوع واتكلم في نقط، وكأن النقط دي يعني ابتدى يعني في يعني كده تلاقي في الأفكار. يعني أنا عايز أقول بس حاجة عن سيدنا من الأول خالص، يمكن في ناس هنا معصرتش الموضوع ده، إن سيدنا جه في 16 اترسم في 16/11 في الكاتدرائية اللي هي اليوم اللي كان فيه عيد ماري جرجس، وده ادوله الاسم. وبعد كده القداس كان في 17/11. سيدنا جه هنا في 3/1/1992. عشان كده ده كان سر سيدنا لمحبته لان هو يرهبن ويدي الكهنوت ويدي الرهبات في اليوم ده، ومحبته طبعا لماري جرجس، بس كان اليوم ده بيذكره بيوم الرسامة بتاعته. سيدنا كان عنده حاجات كتيرة جدا يمكن في ناس ما تعرفهاش، ويمكن في ناس منكم تعرفها،
بس سيدنا كان عنده وطنية رائعة، وطنية رائعة. كان أي حد يجي من الأجانب لازم إن هو يقعد معاه ويحكي معاه عن مصر وعن الفراعنة وعن عراقة المصريين. معلش متأسف، عن عراقة المصريين، ويجيب ورق ويوري لهم ازاي ان الحروف القبطية جات من الفرعونية. وكان زي سفير، وهو كان سفير لمصر في اي حتة يروح فيها. كان عنده وطنية حتى النخاع، يسأل على مصر ويسأل على الأحداث في مصر وإيه اللي بيحصل في مصر. ساعة المقامة الثورة كان عنده تلفزيون صغير كده، كان يسمع بس، كان يقعد يسأل وحصل إيه وليه كده، ولو في حد من الأساقفة أو الناس من اللي نعرفهم يقول هاتوا التليفون عشان نكلمهم ونسأل عليهم. مش بس لمصر، وكان وطني برضه لفلسطين، وكان يحب فلسطين. وعشان كده زي ما سيدنا البابا قال ان كان وصيته ان هو يدفن في هذه الارض المقدسه. سيدنا كان يفتكر، سيدنا البابا كان يفتكر ان هياخدوا الجثمان بتاعته ويدوها مصر، ولكن اتفاجئ في اللحظات الاخيره ان قالوا لا، ده هو وصيته ان هو يدفن هنا. فسيدنا اصر زي ما انتم عارفين ان هو يجي القدس رغم المواضيع والسياسه والكلام زي كده عشان يجي يشوف سيدنا. كان بيحب فلسطين، وكان في عيد الميلاد يفرح جدا، وكان يقول كلمات رائعة تثبت الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. وكان يحب ان هو يسمع يعني او يطيع الكنيسة القبطية في قراراتها ان الأقباط ما يجوش عشان يكونوا في صف القضية الفلسطينية. وعانى بسبب الموضوع ده حاجات كتيرة، يعني مش مجالها دلوقتي ان احنا نحكي فيها. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها ان سيدنا زي ما قال سيدنا عطلة حنة التواضع، كان عنده التواضع رهيب، ما فيش زيه شخصية فريدة وفي مركزه في التواضع. كان ينزل مع الاجانب لغاية السلالم، وينزل مع الناس لغاية بوابة الدير عشان يودعهم. كان ساعات يدخل المطبخ عشان يعمل الشاي. سيدنا كان الحاجة الأخيرة هقولها ان هو كان وسط المطرنة هو رقم واحد، كان الرجل الثاني بعد البابا، ولكن كل الاجتماعات اللي كان بيروحها والرسمات بتاعت الأساقفة كان بيتنازل عن مكانه ويقعد ورا في الكراسي اللي ورا. ولدرجة ان البابا شنودة في مرة زعل وخبط على الكرسي كده، قال فين الأنبا ابراهام عشان يصلي دوره عشان يصلي، ولكنه كان يقعد من ورا. في حاجة واحدة بس هقول لكم عليها، انا كنت يعني قلت لازم احكي عن سيدنا فيها دي بعد ما يتنيح. ان ما جه البابا توادرس ومسك الكنيسة بعد البابا شنودة، كان في نظام، كانوا حاطين الكراسي وكل كرسي مكتوب عليه اسم الأسقف أو المطران. فإحنا رحنا كانت أول عشية لسيدنا يرسم فيها أساقفة. فسيدنا قال لي هقعد فين عشان عينيه يعني، قلت له سيدنا هنا نشوف الاسم يعني. فبصينا على الاسم لقينا إن الكرسي بتاعه هو أول واحد في الكراسي بتاعة المطرنة. في مطرنة كتير أقدم منه أو في الرسامة يعني، ولكن ليس في المركز يعني، وأكبر منه في السن. فقال لي يعني إيه؟ قلت له يعني هتقعد هنا يا سيدنا؟ قال لا أنا همشي يا سيدنا، الله يخليك، سيدنا بابا هيدخل وفي زفة وكده. قال لا 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 أنا خلاص همشي يا سيدنا. طب نعمل إيه؟
الناس عرفت ان انت جيت. فقال لي اقول لك على حاجة، احنا ناخد الاسم اللي مكتوب على الكرسي الثاني ونحطه على الكرسي الاولاني، ويجي سيدنا المطران يقعد على الكرسي ده وانا اقعد وراه. طبعا الحكاية دي حصلت في لحظات ما فيش حد خد باله منها، ولكن سيدنا اصر ان هو ما يقعدش اول واحد، ولكن ده كان ترتيبه. يعني حاجات كتيرة قوي سيدنا كان يتواضع فيها لأقصى درجة. كان يكلم الشباب ويكلم العمال، يكلم الطايفة ويرد بردود، حتى الناس اللي كانت بتكلمه بطريقة مش كويسة كان يرد عليهم بطريقة لطيفة وما يحرجهمش. ورغم كان من حقه يعني ان هو ساعات ينفعل وكده، ولكنه كان شخصية فريدة وكان عنده حاجات كتيرة قوي. انا معلش سامحوني ما بقدرش يعني اتكلم في الموضوع ده كتير، بس ربنا يعني ادانا بركة. وسيدنا الأنبا أنطونيوس برضو من الشخصيات المتواضعة، وربنا يديله كده الصبر والمحبة، قلبه يبقى مفتوح ويقود هنا المطرانية والأبروشية. وأنا بشكرك جدا، كل سنة وانتم طيبين، ولكن بشكر إخواتي الرهبان لأن دول سيدنا استقبلهم زي ما سيدنا قال. وسيدنا كان بيصلي أن الرهبان يجوا هنا، لأن صعب جدا أن أي شاب مصري يجي يترهبن هنا في الحاجات الأمنية والتصريحات والعيلته، وانتوا عارفين الظروف في مصر يعني كان صعبة. فسيدنا كون أن هو يوصل الدير لغاية المرحلة دي، وان هو يكون في اباء وبيترهبنوا هنا وياخدوا الكهنوت وكده، وسيدنا برضو الأنبا أنطونيوس يبذل يعني جهود جامده في الموضوع ده، دي حاجه بركه وبركه صلواته. وانا بشكركم على استماعكم، متاسف مره ثانيه وشكرا. فراني من راتي انت بي يا خريستوس عرب رزبا بينا هيكو ونشوس نبتل انتس اوتوكو ماري اسماري من سوتي من كانت نومي ناني شای سری گون آن شای سریات ماینوشیلی آوانتونیوس نما و بابلی انتفکن نوی نانه ول آبم شای سری گون بنی آد سو آبم بطری آرشیز بابا باتا و درس بی آرشیرف سندفکن نوی نانه ول تو بهم چای سری گون بنی آد سو آبم زیکوس آوانتونیوس به متروبولیتی سندفکان نوی نانه ود جفز مرات جیاد نمشیرین امپر نمو ایس آوه بتری هسن چیگه بود نموشتن مستن بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله عابد أكبر خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الدور الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر وهناك خلاصنا نزل من السماء تكسر من الروح القدس ومن عرض زاوت النفس وصلب عنا عاد براس كنتي تألم القرى قام بالنبات اليوم السادس كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي
بيدينا حياة الأموات الذي ليس ممكن إقراء نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد بصف من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن النار في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعبودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. إن غشت بالخاين إن أناستاسيس إن دني الموت نبيون خنتي بيون إسنيو حلونا سمحونا شليل ببروسف شيستاسيتي إيرين باسي كتب نرماتي صور يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان لغير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس عزمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السموات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي يا رب. بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسين موت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغيركم في دينونة من موهبتك الغير المات السمعية بالمسيح يسوع ربنا. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. بركة كبيرة لنا موضوع الرسامة والمفروض ان كان هيحضر معنا عدد من الاباء الاعساقفة محبين القدس ومحبين الدير هنا ولكن نظرا لظروف الكورونا تعذر الموضوع وعملنا محاولات كتير لكن تعذر حضورهم وكمان عشان ضيق وقتهم وموضوع الحجر يعني في كذا بند ما سمحش بانهم فاحنا هنعمل رسامة مع بعضينا ونطلب من ربنا يديهم نعمة ويديهم إدراك لهذه البركة وهذه النعمة العظيمة وإن هم هيكونوا مستحقين للمس الذبيحة وتقديم الذبيحة المقدسة بإيديهم ويكونوا شفعاء لكل من يطلب منهم أن يذكروه على هذه الذبيحة. أول حاجة في الرسامة بتبقى التعهد اللي هو بيقوله الأب الكاهن الأب الراهب عشان يبقى كاهن بيقول تعهد قدام المذبح والتعهد عندنا بتاع الأب الكاهن الراهب يختلف عن تعهد الكاهن العلماني لأن مضاف عليه أجزاء تخص الراهب فأبونا بشوي الأورشليمي
الربيطة هيجرى التعهد وهم يجروا وراه جملة جملة وهم وراك. أنا الضعيف الغير المستحق، الراهب المدعو بنعمة الله إلى رتبة الكهنوت الجليلة بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بمدينة إلهنا أورشليم المحبة للمسيح. المحبة للمسيح أتعهد أمام الرب رب الأرباب، أتعهد أمام الرب ورب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام المذبح المقدس وأمام أبي نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران ورئيس الدير وأمام أباء الكهنة والرهبان مجمع الدير العامر بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأنا أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار وأنا أبتعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر ولا أتعالي على أخوتي ولا أقصر في خدمة أحد منهم وأتعهد ألا أمارس أي عمل كهنوتي داخل الدير أو خارجه بدون تصريح قبل مطران رئيس الدير كما أتعهد بألا أسعى نحو الوظائف الكنسية ويكون ارتباطي بها بالضرورة وبموافقة الرئاسة الكنسية مزهرا طاعة كاملة نحو عودتي للدير في أي وقت حسب أمرها وأكون مطيعا لأوامر رؤسائي وتكليفاتهم غير متجاوز حدودها وتوقيتها وأنا ألتزم أثناء خدمتي بالمبادئ الرهبانية غير متهاون في إتمام القوانين الرهبانية حتى هي حصن وسلاح لي ضد محاربات الشياطين وأنا أسلك بالسلوك الرهباني السليم في أي مكان حللت فيه وأنا أنتظم في قضاء فترات خلوة روحية بالدير كما أتعهد بأن ألتزم بقرار المجمع المقدس الخاص بعدم قبول اعتراف النساء داخل الدير أو خارجه كذلك أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك الرئيس الأعلى للرهبانة القبطية وقبل مطران رئيس الدير مع توقيري واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة وأكون تحت الحكم الذي يفرض علي عند مخالفتي أي أمر وأطلب من الله أن يهبني نعمة وقوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلب مني عمل الكهنوت الجليل صل عني يا أبي وأخوتي القديسين.
فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا عنه. أيها الرب إلهي قوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي يقيم فيها البشر ويفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة رأفتك ونقينا من كل دنس الجسد والروح، مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املانا من قوتك الإلهية ونعمتك ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس، لنكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة، ولا تدعنا نشترك في خطايا غريبة، بل امحو التي لنا وامنحنا يا سيدنا ألا نصنع المائلات. بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي وندعو إلى مذبحك المقدس، وإقبل عليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبديك أبونا سوريال وأبونا غبريال وأبونا مكاريوس وأبونا رفائيل الواقفين المنتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح كثير الرحمة لكل من دعاك، لأن سلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدس الآن وكل أوان ويدار دور كل آمين. كريا ليسون كريا ليسون بارخ مور. نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا مسرة الله الأب وروح القدس تحل على عبديك ذا الداخل بخوف ورعدة وتواضع القلب إلى المذبح المقدس، جاثيا رافعا عيني قلبه إليك أيها الساكن في السماء، منتظر مواهبك السمائية لينتقل من طقس الشماسية إلى رتبة القسيسية في بيعة مار أنطونيوس والمذبح الطاهر. أطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس. آمين 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 اجعلهم مستحقين لدعوة القسيسية لكي باستحقاق من قبل محبتك للبشر يستحق اسمك القدوس ويتعبد لك ويخدم مذبحك المقدس ويجد رحمة أمامك، لأن الرحمة والرأفة هي من قبلك. في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية. آمين آمين. ندعوك يا أبونا غبريال قسا على مذابح دير الأنبا أنطونيوس بمدينة إلان أورشليم بالقدس،
نبران مفيوت نمبشيرين بابن مات ثواب ونوت نوت فزماروت نجف نوت فيوت بي باندوكراتو آمين فزماروت نجف بمونوغنيس نشيري سوز بخريستوس بن شوي آمين أبونا أبريال قصا على مذابح دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة إيلان أورشليم فزماروت نجيب ابن ماي ثواب امبارك ليتو الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين ندعوك يا أبونا مكاريوس قصا على مذابح دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة إيلان أورشليم خنفران مفيوت نمشيرين بابن ومثواب ونوتي نوتي فزمارات نجيف نوتي فيوت بي باندوكراتوس تنجب مونوغنيس انشيري سوز بخريستوس بن شوي آمين أبونا مكاريوس قصا على مذابح دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة إيلان أورشليم فزماروت تنجب ابن ماي ثواب امبارك ليتو كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين ندعوك يا أبونا رفائيل قصا على مذابح دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة إيلان أورشليم خنفران مفيوت نمبشيرين بابن مثواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي فيوت بي باندوكراتوس مارات انجب مونوغنيس انشيري سوز بخريستوس بن شوي آمين أبونا رفائيل قصا على مذابح دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة إيلان أورشليم فزماروت انجب ابن ماي ثواب امبارك ليتو Ah
من أجل كل حال وفي كل حال ونميز من قدوس، لأنك صنعت معنا عظائم وأفضت موهبك ذات الغنى على عبدك على عبيدك هؤلاء. نسأل نطلب إليك يا سيدنا اسمعنا كثرة رفضك وسر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل روحك القدوس عليهم. قومهم في دعوة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك، اخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح هذه في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكلاء الحكماء في ظهور ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد مع أبي الصالح روح القدس الآن وكل أوان ودهر دور كل آمين. كريا ليسان كريا ليسان كريا سيدنا المطران عطل حنا جايب لهم صلبان من روسيا هدية لكل أب من أباء الكهنة. تفضل هذه الأربعة. سيدنا الحبيب الصليب المقدس هو ليس فقط الذي نتزين به ونضعه على صدورنا، الصليب المقدس هو الحاضر في قلوبنا، وهذا الصليب الذي نحمله ونلبسه إنما يذكرنا بالصليب ويذكرنا بالمصلوب ويذكرنا بالانتصار على الموت. ولذلك بمحبة أخوية وببركة صاحب السيادة والنيافة أود أن أقدم للآباء الكهنة الأجلاء المرسومين اليوم هذا الصليب المقدس. مبروك أكسيوس. نشأت في ليمون مسؤول دار كتاب مقدس جايب لكل واحد من الآباء نسخة من كتاب مقدس تذكار من دار الكتاب ومباركة ليهم عشان الرسالة بتاعتهم. تفضل أبونا سريال. سيدنا دي النسخة بتاعتك سيدنا أبونا ألف مبروك للآباء أبونا نبدأ فيهم سريال أبونا ألف مبروك أبونا
ألف مبروك. مكاريوس. أمان رفايل. أمان رفايل. مبروك ألف مبروك. بنشكر الأستاذ نشأت ودار الكتاب المقدس على محبتهم وعلى مشاركتهم معنا. في وصية بتتجري دلوقتي على الأباء، هنقرأ الوصية. الوصية دي مش ليهم هما بس، لينا كل نحن اللي خدنا كهنوت قبل كده، نركز فيها ونحاول، لأنها مهمة وبتنبهنا لحاجات كتير كتير مهمة. اعلم أيها الابن قدر هذه الدعوة التي استحققتها، وهذه التي هي القسيسية، وتقليدك الأسرار العظيمة التي العهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعلم وتعلم وتعمل من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام. أذكر كلام بطرس الرسول قال: إن القسوس الذين فيكم أرغب إليهم، أنا القس شريكهم والشهد على ألام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر. ارعوا رعية الله التي فيكم وكونوا تفقدوها، لا بالظلم ولا بإرادة لا بالظلم لكن بإرادة القلب، ولكن ليس كأنكم أرباب الأنصبة، يعني ما تبقوش أنتوا أسياد، بل كونوا مثالا للرعية، لكي إذ ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد غير المضمحل. كن إذن عاملا بالوزنة التي أؤتمنت عليها لتردها مضاعفة، لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين، وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها، لتخلص أنت والذين يسمعونك. امضي بسلام، الرب معك. اعلم أيها الابن المبارك، أعانك الله إلى ما دعاك إليه، ووفقك إلى ما وفق أبراره لديه، أن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته، وصيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشموسية إلى رتبة القسيسية، وأتمنك على أسراره المحيية. فاصغي لما يطلع عليك من هذه الوصايا، والفائز من عمل الفائز هو من عمل بها بغفران الذنوب والخطايا. اغفر واعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي أعطيتها. من الآن أنك قد صرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب. فاعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي الذي للأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية ما دام الروح في الجسد، لتنمو في أعماله المرضية، فيشرق مصباح ذاتك بأنواره المضيئة، وكن مثالا صالحا في القول والسيرة عن جليل الأمور والحقيرة في العلانية والسريرة. اهرب من محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقول النيرة، وتجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهزء والكبرياء. ابعد عن النميمة والوقيعة والافتخار الرديء والمحاباة والرياء. احذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وانسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة. ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين، وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. استضيء بالمطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بالمعاني في الكتب، بمعاني الكتب البيعية، والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل شعب الله بالرأفة والحزق، وسايسهم بلين المسيح والسهولة والرفق. وسر في مناهج هذه الآداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائزا من أليم العذاب. وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا البيعية، وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية، ده المهم نركز فيه. الأفضل من كل من سواه من الأوامر الرسولية هو الاحتراس عند توزيع الأسرار الرب المحيية،
ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشيروبيم والسرافيم وقوف بمخافة وارتعاد. كن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك، إنه المسيح عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك، واعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية لا محالة، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامة والجلالة، وأن هذه الكأس هي دمه المسفوك عن الخطايا الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا، النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الزكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم اللذان صار بهما خلاص الخليقة. هذا هو حمل الله الذي رفع خطايا العالم وجذبهم لنور الحقيقة، فكن منهما لنفسك أيها الابن غاية الانتباه. احرص على هذه الذخيرة كحراسة الشاروبيم لشجرة الحياة. احترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر. لا تناوله إلا للحسن السيرة، الصالح السمعة، الطاهر السريرة. ورد من كانت طريقته شريرة لألا يقتل نفسه وتكون أنت السبب في الجريرة. يعني لو لقيت حد مش مستحق أو مش أرثوذكسي مش قبطي ما ينفعش يتناول إلا إذا كان من الطوائف التي هي تتبعك أو يكون مدهوم بالميرون فأنت مسؤول، أو يكون عامل خطيئة أنت عارف بيها وما ينفعش تسيبه. والحذر من الإهمال لألا تحصل المضرة، فإن العالم كله لا يساوي مثقالا من ذرة منه. وليكن توزيعك بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص واحتراز والتفتيش برمق العيون، وعرض الأواني المقدسة على من يكون حد النظر مرة واثنين وثلاثة. فإن العيان أوكد من الخبر. ولتكن خدمتك مقبولة وصلاتك مكرمة وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابغة. والرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات وواهب الكرامات مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عليه في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام بفرائض خدمته جميع أيام مدتك، ويباركك ويبارك بك وينصبك مع 24 قسيسا القسوس الروحانيين، ويسمعك الصوت المبتهج القائل ادخل إلى فرح سيدك لترث الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. يسامحني الله أنا البائس الحقير المتواني المسكين بأثامي، وسيأتي في يوم الدين بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا السيدة البتول العذراء مريم، شفاعتها في كل حين، والشاهد الكريم مرقس أحد الأربعة الإنجيليين مع كافة سادات البطاركة والأساقفة ورؤساء الكهنوت وسائر الشهداء والقديسين وكل من أرضى الرب بأعماله الصالحة كل حين. الوصية التي تقرأ على الأب الكاهن القس إذا كان راهبا. ولا بأس أن تقبل المعترف إذ جاء إليك معترفا بخطيئته. إن كان مدربا بهذه الصناعة فإن طبعا الاعتراف بيبقى بتصريح من الأب المطران بعد فترة معينة، مش من البداية. حتى بالنسبة للأب الكاهن العلماني يعني ممكن بيقعد فترات ما بياخدش اعترافات لغاية لما بيصرح للمطران أو الأسقف. إذا جاء إليك معترفا بخطيئته إن كان مدربا بهذه الصناعة فإن القانون المقدس يقول أن الكاهن الذي لا يقبل المعترف ينفى من الجماعة. ويقول الرسول يعقوب يخبر المعترف والمعترف له جميعا أن ذلك واجبا وفرضا بقوله للمعترف اعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، ويقول للمعترف له ليصلي بعضكم عن بعض، أعني الكاهن عن الرعاية. لأن الذي يرد الخاطئ عن طريق ضلالته يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يجب أن تتخذ لك أبا شيخا خبيرا بالمعالجة مشهورا بالنجاح حتى يعلمك أن تضع الداء والمرهم بما يلائم الوجع والجراح. عشان كده أي كاهن علماني بنخليه يتدرب على إيد أب من الجدام أو أب إيد شيخ كبير يعلمه في الاعترافات الإرشاد طريقة الإرشاد إيه والقوانين اللي بديها إيه. حذر
حتى يعلمك أن تضع الداء والمرهم بما يلائم الوجع والجراح، لئلا تضع دواء العين على الرجل فلا ينتفع بذلك ولا تشدد على العضو المتراخي المزمن فيصير هالكا. وكن سائلا عن السن والعادة والوضع والزمان والطبع والمكان والإمكان والمزاج والتحصن، معتمدا في ذلك على بالرأفة والتحنن، ولاطف كل واحد من هؤلاء بما يلائمه من الدواء حتى يعود العليل من مرضه إلى حال الصحة والاستواء، ولتكن مركبا روحانيا تحمل البركات إلى ميناء الخلاص، ومعلما روحانيا نورانيا ترفع المتعلمين إلى درجة الاختصاص لتستحق بهذه الحلة الأجر المتضاعف، ويسبق عليك الرب الخير السماعي المترادف والسبح لله دائما. الآباء هيجوا عندنا، أنا هدخلهم الهيكل، وكل واحد يسجد عند المذبح ويقبل المذبح ويبتدي بعد كده انسوا فيه. اكسيوس بنيوت سوريال بيبرس في تيروسا غبريال بيبرس في تيروسا أكسيوس بنيوت مكاريوس في Thank you.
بجانب العربية
إنجليزية وفرنسية ألمانية وقبطية بنيوت وغبرهم بعد يرحم كرسيوس أختي مالان ألمانو بيشد وحر قدور بنيوت وغبرهم شيئنا بمطر وتكريم مطربا من أورشليم بيد بابا شنود العازم بنيوت وغبرهم بجهاد شق لسنوات وعمل كل الأوقات استحق كل التطوير وفاق صلى في المقادس وعمر في الجائز زمته كان فارس لم يرضى ببراهم صار قويا هي سرعتها حقيقية وحياة برقية من يرضى ببراهم لا في من الإنسان أنت من أثر الروزان صبنا Ich bin ein Imtekerini, heulen zu dem Beklaus.
ستمون وليلان اكيد شي خالي سمي سيستم تروي بنت بلشي صدق تي متخلو انت يا كوفي نوق الله انت مصوصة ربي هل يتصل انت راضي تي صوفية انت صولو بيبن المعبر نتم بيه قبي جن ربو الصولو تبشي سفي اوري يمخل الطالو غيرت في منيوت الطالوت عرشي اس بابا بقى ودروز ان بنيوت متروبوليتيس بابا انطونيو فنود انت ادير تقرو ديشن نوسترو نوسن عن ميشن رمبي نمانسيو انيري انت اكستريو انو غاجي تيرو صابي سيت انو اتشارف بين كونيم طبع بي خريستوس اليه كنت افكال انو بيناني بوخن او انيني قطابك نشتن نايز كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا بلوك يسون امين اسمو ايروي اسمو ايروي اسمي تانيا كوني ايمون كوني اسمو مين بخريستوس بن نوتي امين اساشو السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك وفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والعزة لابد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك كل سنة أنتم طيبين وتجدوا تفتكروا بركة أنبابكم معانا وألف مبروك للآباء والآن محبة الله الأب نعمة الابن الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح وسطكم مع جماعكم عنده بسلام سلام الرب يكون معكم. شكرا.